شركة أبسوس رجعت تاني مصر، وبالفعل احتفلت الشركة العالمية، شركة أبسوس طبعا شركة متخصصة في أبحاث السوق تحديدا، احتفلت بانطلاقها الجديد في مصر من خلال حفل كان داخل مقر السفارة الفرنسية. ويمكن الحفل جه بتوازي مع تعيين مدير عام جديد للشركة في القاهرة، وكمان مرور 30 سنة من نمو أعمالها ونجاحها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. طبعا زي ما قلت لحضراتكم، شركة أبسوس بتعد واحدة من الشركات العالمية اللي بتعمل في مجال أبحاث السوق، وبيقع مقرها العالمي في العاصمة الفرنسية باريس. نروح نتابع هذه التصريحات من الحفل ونرجع تاني. تفضل. So first I'm very happy to be with Extra News and thank you for inviting me. You know we tonight we are here at the French. أنا سعيد لاستضافة إكسترا نيوز لي. نحن هنا بالسفارة الفرنسية لحدث خاص والذي ننظمه مع شركة إبسوس. إبسوس شركة فرنسية كبيرة رائدة في مجال الأبحاث التسويقية والإعلامية. إبسوس متواجدة بالقاهرة منذ سنوات، وقد قررنا أن مصر مكان جيد للاستثمار فيه وعمل أنشطة أكثر. والليلة إبسوس هنا للتعريف بما لديها من أنشطة لمصر، وهذا نوع من أنواع الميلاد الجديد للاحتفال به هنا في مصر. مصر وفرنسا لهم شراكة خاصة، فمصر بالنسبة لفرنسا تعتبر شريكا أساسيا بالشرق الأوسط. مصر هي أكثر الدول استقرارا، ونحن نرى تطورها واستقرارها، وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كانت تهدف إلى بحث سبل جديدة للتعاون بين البلدين في مجالات عدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من أجل تطوير العلاقات خاصة في مجال ريادة الأعمال والاستثمار والأمن والثقافة والتعليم. هذه الزيارة المميزة للرئيس ماكرون قد قررنا من خلالها أن نفتح سبلا جديدة للتعاون وتطوير علاقاتنا مع مصر. خلال الزيارة تم إبرام أكثر من 30 اتفاقية، وهناك اهتمام من شركات فرنسية للاستثمار في مصر. مصر استعادت استقرارها وزاد معدل النمو الاقتصادي فيها، وأشعر أن هناك شركات فرنسية كبيرة تتطلع للاستثمار هنا، فقد تم إبرام أكثر من 30 اتفاقية بقيمة مليار يورو خلال الزيارة، وهذا يدل على أن مصر دولة تستحق الاستثمار بها. إبسوس شركة فرنسية تأسست من سنة 1975 بفرنسا، وأصبحت شركة عالمية وتطورت بكل بلدان العالم، موجودة حاليا ب 98 بلد بالعالم، منهم بتغطي كل الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. ومصر أكيد من البلدان المهمة يلي إبسوس عندها تواجد فيها. نحن متواجدين بمصر من سنة 2006، والعمل مستمر ودائما في تطور. وبالنسبة لنا مصر هي من أهم البلدان يلي منغطيها بنطاق العمل اللي منقوم فيه، خصوصا بمنطقة الشرق الأوسط وشواني أفريقيا. بالتطور اللي عم نعمله بمصر، انتقلنا على مقر جديد، صار فيه كمان تعيين لمدير جديد، وهذا كله بداعي تطوير العمل يلي مستمر لشركة إبسوس في مصر. دائما إبسوس عندها خدمات جديدة، والخدمات الجديدة بس منطورها من أول بلدان مندخل عليها هي مصر. أكيد مصر رح يكون من البلدان اللي رح نطلق دراسات جديدة، أعمال جديدة، وهدول كلهم لتطوير وتحديث المجال الدراسات في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا في مصر. والله الحقيقة إحنا إبسوس شركة من الشركات الرائدة، مش بس عالميا، في مصر كمان. من أول ما بدأت في 2006 وهي عمالة بتكبر بشكل سريع، لما لدرجة أنها بقت واحدة من الشركات الكبيرة. إحنا نفسنا لازم إن إحنا نطور من نفسنا وري انفنت أور سيلفز. دلوقتي بنحاول إن إحنا هنعمل ريستراكشرنج، بيبقى ندخل في حاجة جديدة، ده نجيب مجالات جديدة للعملاء. عاوزين نبقى أقرب للعملاء ونبقى أقرب للمستهلكين في مجال الأبحاث التسويقية وفي مجال الإعلام، بحيث ان هو يدينا الفرصه ان احنا ننافس نفسنا. لان ما دام انت وصلت لمرحله تنافسيه عاليه